فخر الدين انتصار اليوم ثنائية كانت فخر الدين بن يوسف ذالي ثنائية باهية قبل تشوف السوسة. الحمد لله ذالي ماتش ما كانش سهل، بدأت جيت كامل أول ماركات قبلنا الحمد لله ما دخلش شك بين جوارات، حطينا الكرة في القاعة وقعدنا نخدمه، جبنا فيكتوار باهية قبل زمات شوية صعاب، ان شاء الله نكملوها في الجمعه هذه ان شاء الله بدو ماتش باهي. هل ما دخلش شك ما دخلت شويه حسابات بعد بوتو ثاني شفنا تراجي مستوى تراجع شويه قوش عليه يفكر في مقابله لتوار معك؟ لا بيان سور الناس كل تفكر في ماتش لتوار، صحيح جوار يعمل الماكسيموم باش يفكر في الماتش هذا، مي ديما المخ يغلب شويه يخم في ماتش لتوار. الحمد لله ظهالي 3 بوان باهيين، حابين نزيدوا الثالث باش نجريو اكثر الماتش، لا غالب ما وفقناش ربي، البلوز امبورطون الربح. ظهالي ترجي اليوم من بعد 9 انتصارات متتاليه مركز الاول، ما عادش الضغط كهو على الانتصارات، شو اللي توا محافظ على المركز الاول؟ الحمد لله اللي يلعب في الترجي يعرف اللي يلزمه يلعب في الضغط ويلزمه يتاقلم مع الضغط، ان شاء الله نكونوا حاضرين الماتشات الجايين. وإن شاء الله نلعبوا كل ماتش وماتشوه ونجيبوا أكثر عدد ممكن من البوانيات. ممكن فخر الدين محب أيضا تراجل ياسي تونسي وكرة قدم بصفة عامة يقولوا جمعة زي جمعة مهبولة معناتها لتوال ومبعد سفاقس؟ بيان سور جمعة كبيرة تستنى فينا زماتشوات صعاب كونتر دي كلوب كبار، إن شاء الله نكونوا حاضرين كما يلزم، برشا بريباراسيون في الماتش هذوما وإن شاء الله ربي يوفقنا وكهو. بارك الله فيك.